إشارة غريبة في السماء رصدناها من سنتين فاتوا، إشارة ساطعة جايلنا من أعماق الكون على بعد 2.4 مليار سنة ضوئية. قوة الإشارة دي أثرت على الغلاف الجوي للأرض وعملت تفاعلات كيميائية غريبة محدش عارف يفسرها لغاية دلوقتي. لكن جيمس ويب عرف إيه أصل الانفجار الكبير اللي حصل في أكتوبر 2022؟ هو صحيح حل اللغز بس قذف وشنا ألغاز تانية أصعب وأكبر. لغز الحياة في الكون، لغز تشكل العناصر التقيلة اللي بسببها اتكونت الحياة على الأرض. والحقيقة الانفجار ده لإشعاع جاما مش واخد حقه في الإعلام العالمي، مش العربي وبس. وده الفيديو الثالث اللي بنناقش فيه الانفجار ده هنا على القناة لأهميته العلمية. تعالوا نشوف إيه الحل الجديد للغز الانفجار ده اللي اكتشفه تلسكوب جيمس ويب العملاق. إزاي عرف مصدر الانفجار ده؟ وإزاي رصد المجرة اللي حصلت فيها الأحداث دي؟ وهل هنعرف قريب نحل لغز نشأة الحياة في الكون؟ أهلا بكم، وأخيرا بعد سنتين من رصد ألمع انفجار أشعة جاما رصدوا الإنسان في التاريخ، جيمس ويب حل لنا لغز الإشارة الغريبة الساطعة اللي كانت في السماء وشافها العالم كله في أكتوبر 2022، يعني قبل سنتين تقريبا من النهاردة. الانفجار اللي تسمى بوت، اختصارا للجملة الإنجليزية greatest of all time. يا صديقي، علشان تتخيل قوة الانفجار ده قد إيه، انفجار بعيد عننا 2.4 مليار سنة ضوئية، حدث فريد لا تراه الأرض إلا كل 10,000 سنة زي ما بيقول العلماء. انفجار أقوى 10 مرات من الانفجارات القوية اللي رصدناها قبل كده خلال 20 سنة اللي فاتت. فوتونات ضوئية سافرت أكتر من 2 مليار سنة، ضربت كل أجهزة الاستشعار لجميع التلسكوبات والأقمار الصناعية وأجهزة الرصد في الأرض وفي الفضاء. ده مركبة فواياجر 1 شعرت بيه وبعتت عنده، ده حتى الهواة الفلكيين رصدوه بتلسكوباتهم العادية. طبعا أشعة جاما دي أشعة بتصدر لما بتكون في انفجارات كبيرة في الكون، بنشوفها هنا على الأرض في وهج البرق لما تكون في عواصف وأمطار، واكتشفناها في ستينيات القرن الماضي وكنا اتكلمنا عن ده في حلقتين قبل كده هنا في القناة. ممكن ترجع تشوف ازاي تم اكتشاف أشعة جاما في الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي. ودلوقتي بقينا نرصد كل يوم انفجار أشعة جاما، كل يوم صديق العزيز. وعلشان تتخيل أهميتها بالنسبة للعلماء، فتقريبا من سنة 2000 لحد النهاردة بتتنشر عن أشعة جاما مقالة يومية في المجلات العلمية المعتبرة. هتقولي منين بتيجي أشعة جاما دي؟ إيه اللي بيسببها؟ طبعا العلماء بيقولوا إنها بتيجي من انفجارات النجوم النيوترونية لما بتصطدم ببعض، أو من انهيار نجم ضخم أكيد حيتحول لثقب أسود، ده غير الكويزرات والسوبرنوفا. والمشكلة بقى في الجي آر بي، ايوه اختصرت اشعه جاما جي ار بي، مشكلتها في انها مش متطابقه. يعني كل لما نرصد انفجار اشعه جاما بنلاقي في حاجه بتميزه عن غيره من الانفجارات التانية. طبعا في السنوات الاخيره اجتهد العلماء وقدروا يقسموها لنوعين، انفجارات طويله الامد اكتر من ثانيتين وانت طالع، وزي ما سمعت كده ثانيتين اتنين فما فوق اصلها ومضات سريعه في الكون، وانفجارات تانية قصيره اقل من ثانيتين. الانفجار اللي بنتكلم عنه النهارده طويل جدا، استمر اكتر من 800 ثانيه، 7 دقائق كامله، لغايه ما عمى اجهزه الاستشعار الخاصه باشعه جاما في الاقمار الصناعيه. انت متخيل ان انفجارات اشعه جاما ديت حاجه عاديه؟ لا يا صديقي، دي انفجارات قويه جدا وطاقتها عاليه جدا، تقدر تطلق طاقه في كام ثانيه قد الطاقه اللي بينتجها نجم زي الشمس في 10 مليار سنه. 10 مليار سنة. هتقولي يا عم محمد في أحداث كونية تانية قوية زي اندماجات الثقوب السوداء مثلا اللي هي أثقل الأجسام الكونية في الكون. هقول لك معاك حق في دي، لكن عايزك تتخيل إن الطاقة اللي بتنتج من اندماجات الثقوب السوداء دي على هيئة موجات جاذبية بتنتشر ومش بتكون مركزة زي انبعاثات أشعة جاما. ده الانفجار اللي رصدناه في 2008 لأشعة جاما اللي هيظهر قدامك دلوقتي نور السماء قد قوة كوادريليون شمس في ثواني معدودة. دور على جوجل على رقم كوادريليون ده قد ايه، باختصار رقم خرافي جدا. فما بالك باكبر انفجار اشعه جاما اللي اكتشفناه في 2022، اكبر انفجار قبله كان بيطلق 500,000 فوتون ضوئي في الثانيه، اما الانفجار بطل حلقتنا النهارده اطلق 6 مليون فوتون في الثانيه الواحده. بل واصل الانفجار البعيد جدا عننا في الغلاف الجوي لكوكب الارض، تخيل. مش بس غير في كميات الاوزون، بل حصلت تفاعلات كيميائيه غريبه لحد دلوقتي محدش قادر يفسرها. العلماء وبعد رصد إشعاع جاما الفريد ده اقترحوا إنه أكيد جاي من مستعر أعظم انفجار سوبر نوفا غير عادي، نجم ضخم وهائل.
وبعد 6 شهور كاملة من حصول الإشعاع بدأ تلسكوب جيمس ويب في رصد المنطقة تقريبا كده في بدايات سنة 2023. عايزك كده تفكر صديق العزيز الشغوف بالعلم المحب للمعرفة، يا ترى اتأخروا ليه كل الشهور دي علشان يرصدوا الإشعاع ده أو الوهج اللي خلف الإشعاع أو الشفق اللي كان جاي بعد الإشعاع؟ إيه اللي كان معطلهم واللي هنعرفه إن شاء الله بعد شوية؟ بيتر بلانشارد قائد الفريق اللي عمل الكشف الجديد كان بيقول إن انفجار الجي آر بي كان ساطع جدا لدرجة إنهم ما قدروش يرصدوا إيه المصدر اللي أنتج الانفجار ده. زي كأنك كده ماشي بالليل في طريق سريع وفجأة لقيت ضوء ساطع جدا، أنت مش عارف إيه اللي بيصدر الضوء ده، عربية ولا حد معدي بكشاف كبير؟ المهم لولا ما بيقرب لولا ما بتشوف ايه اللي ورا الضوء دوت. علشان كده استنوا شهور علشان يخف الوهج الشديد للانفجار. لكن المفاجأة الكبيرة اللي لقيوها ان الانفجار الضخم الهائل ده ما جاش من مستعر اعظم ضخم وهائل زي ما كانوا متخيلين، ده من انفجار سوبر نوفا عادي جدا وطبيعي جدا، وده لغز محير هنتكلم عنه بعد شوية. المهم الفريق البحثي استخدم تلسكوب جيمس ويب، وبعد 6 شهور من الانفجار وبعد ما خف السطوع قدروا يرصدوا الطبقات العميقة الداخلية من انفجار المستعر الأعظم. وده ما جاش على طول على فكرة، يعني رصدوا الأول الطبقات الخارجية، وبعد ما بدأ الغاز والغبار بتاع الانفجار يبرد ويتوسع وينتشر في الفضاء بدأت المنطقة تبقى شفافة شوية كده، وقدروا كمان يعملوا رصد للأطياف ويحللوها داخل الانفجار. الباحثين بالفريق ربطوا بين بيانات تلسكوب جيمس ويب مع أرصاد تلسكوب أتاكاما في تشيلي، وقدروا بالطريقة دي يستخرجوا طيف انفجار السوبر نوفا ويشوفوا النجم المنهار اللي كان مستخبي ورا حاجات كتيرة الصراحة، من السطوع الغير عادي للانفجار لطبقة الدخان والغاز الناتجة من الانفجار، وفي السكة كمان الانتفاخ الكبير لمجرتنا درب التبانة اللي بتحوش عننا شوية من الضوء البعيد. انفجار اشعاع عالي الصدوع بشكل غير عادي بس نتج عنه سوبر نوفا عادي، اكيد في سر في الموضوع ده. فتح فريق علماء الفلك اللي شغالين في المشروع ده لغز فلكي جديد، لغز من اكبر الغاز الكون. والسؤال اللي افترضوا العلماء في البحث ده، هل يمكن العثور على اثار لعناصر ثقيله زي الذهب والبلاتين واللي المفروض تنتجها انفجارات السوبر نوفا؟ قلب النجم يا جماعه الخير بيشبه الفرن العملاق اللي جواه بتندمج العناصر الخفيفه زي الهيدروجين والهيليوم علشان يشكلوا عناصر جديده اتقل في الجدول الدوري، ولغايه انتاج عنصر الحديد لغايه كده يبقى انتاج عناصر اتقل من الحديد فرصته صعبه، مش بينتج الا في النجوم الضخمه جدا والنادره جدا في الكون. لسنين طويله العلماء كانوا فاكرين ان العناصر الاتقل من الحديد بتنشا لما بتصطدم النجوم النيوترونيه ببعض. العناصر الثقيله دي ضروريه جدا علشان يتم تكوين كواكب صخريه زي كوكب الارض، وبالتالي اصل الحياه في الكون معتمد عليها. ولما اتاكد العلماء ان الجي ار بي اشعاع جاما اللي اترصد في اكتوبر 2022 كان ناتج من انهيار نجم في انفجار سوبر نوفا، قالوا اكيد ممكن نلاقي بصمات للعناصر الثقيله دي، وبفضل اداه نيرسبيك مقياس المطياف في تلسكوب جيمس ويب لاحظوا في شفق الاشعه تحت الحمراء عناصر زي الكالسيوم والاكسجين واللي دايما بتبقى متوفره في انفجارات السوبر نوفا. لكن الحاجه الغريبه فعلا ان الفريق البحثي لم يكتشف اي بصمه للعناصر الثقيله في النجم المنهار ده، كانوا فاكرين ان السوبر نوفا ده منجم ذهب وبلاتين، لكن حصلت المفاجاه ومفيش اي بصمات ليهم. وعلشان نفهم اكتر بيقولك النجم ده اللي هو الفرن المركزي اللي بيصنع العناصر الثقيله بيعمل العمليه ديت في 3 اشكال، العمليه بي والعمليه اس والعمليه ار، وهي عمليات متعلقه بالتقاط بروتون من الذره وبرضه التقاط النيوترونات بصوره بطيئه في العمليه سي وبصوره سريعه في العمليه ار. اهو العمليه ار دي بيعتقد العلماء انها المسؤوله عن انتاج نص العناصر الثقيله وعن تشكيل النظائر الاكثر استقرارا في الكون. العلماء قبل كده ما اكدوش غير عمليه واحده من النوع ار في اندماج نجمين نيترونيين في انفجار بيسمى الكيلونوفا، وهو الاصطدام اللي اكتشفه مرصد رصد امواج الجاذبيه LIGO في سنة 2017. لكن احنا ما اكتشفناش في الكون يا اخوانا غير عمليات قليلة جدا في اندماج النجوم النيوترونية. امال منين جت الكميات الكبيرة من العناصر الثقيلة في الكون؟ ببساطة كده احنا عندنا عدد كبير من العناصر الثقيلة في الكون اكبر بكتير من عمليات اندماج النجوم النيوترونية اللي بتساعد في انتاجها. يبقى جت منين؟ كمان في حاجة غريبة ان الملاحظات الاخيرة في السنوات اللي فاتت بتدل على ان اجزاء من الكون المبكر كانت غنيه جدا بالمعادن الثقيله، ودي حاجه غريبه. هتقولي ليه؟ هقول لك
علشان يكون عندنا اندماج لنجوم نيوترونية وتنتج العملية R محتاجين زمن طويل جدا، مليارات السنين. محتاجين الأول نجوم ضخمة تعيش لها كام مليون سنة، وبعدين تتحول لنجوم نيوترونية تدور حوالين بعض في ملايين السنين التانية لغاية ما تتصدم ببعض وتندمج وتشكل لينا العناصر التقيلة دي، وده زمن طويل جدا. العلماء كمان كانوا بيفكروا في انفجارات المستعرات العظمى على انها مسؤولة عن باقي العناصر التقيلة في الكون. المستعرات العظمى دي بتبقى ليها طبقة داخلية ممكن تتصنع فيها المعادن التقيلة دي، ولحد النهاردة ما عندناش قدرات كافية في رصد الطبقات الداخلية للانفجارات دي. يدوب احنا بنرصد بعد ما تكون الامور هديت والعناصر اتشكلت، اما لحظة تشكل العناصر فده امر غاية في الصعوبة. واتكلمنا في القصة دي بالتفصيل في حلقة حكاية موت نجم، ممكن تشوفها من الاي اللي فوق. احنا معرفناش نحدد ايه اللي اتخلق بعد انفجار السوبر نوفا الشهير في سنة 1989 الا من شهور قليلة، ممكن تتابع الحلقة المثيرة وقتها، طريفة جدا ومشوقة. بلانشارد بيقول ان عدم اكتشاف المعادن في انفجارات اشعاع جاما الشهير الاخير دوت مش معنى كده اننا لازم ندور عليها في انواع تانية، محتاجين مزيد من البحث. الانفجارات دي متباينة ومختلفة، وبكده لغز المعادن التقيلة في الكون واللي نشأت منها الحياة بيظل من اكبر الغاز الفضاء حاليا. السؤال اللي بيتسأل بعد كل الطرح ده، ليه انفجار اشعاع جاما بتاع اكتوبر ده من ألمع انفجارات الكون بالرغم من أنه نشأ من انفجار سوبر نوفا عادي ومش ضخم زي ما كنا متخيلين؟ تاموي لاسكار عضو الفريق البحثي بيقول أن ممكن تكون انفجارات إشعاع جاما الكبيرة والمتطرفة والأكثر سطوعاً تكون نشأت نتيجة شكل وبنية النفاثات السريعة اللي بيتم إطلاقها من النجوم المنهارة لما بتبدأ انها تشكل ثقوب سوداء. اللي لاحظناه في اكتوبر 2022 مش الانفجار نفسه انما النفاثات الخاصة بالانفجار، التيارات النفاثة ديت اللي عاملة كده زي عمود البخار اللي طالع من حالة الضغط البريستو في المطبخ او حتى غلاي الشاي لما بيطلع مثلا بخار ماء، وهناك بتطبخ العناصر التقيلة زي ما قلنا. اهو النفاثات دي كانت قوية جدا، لان الفريق البحثي بيعتقد ان النجم المنهار كان بيدور بسرعة كبيرة جدا، خلت النفاثات دي تكون ضيقة جدا ومركزة فيها الطاقة بشكل مبالغ فيه، زي لما تنور كشاف عادي كده وكشاف ليزر. العادي بينتشر ضوءه لكن الليزر بيكون قوي جدا ومركز جدا. التيارات النفاثة أو الألم الكوني العجيب للانفجار كان مميز للغاية، وده بيخلينا نقول عن الآلية اللي بتنتجها إنها كانت مختلفة عن اللي شفناه قبل كده. كمان ممكن يكون للمجال المغناطيسي ده دور كبير في رفع النفاثات ديت وقوتها. وبكده تم حل لغز السطوع العالي والطاقة الرهيبة في انفجار إشعاع جاما اللي حصل من انفجار سوبر نوفا طبيعي ومش ضخم. اتمكن الفريق البحثي من اكتشاف علامات لتكوين نجوم جديدة في المجرة بمعدل كبير ومتسارع، وده بيدل على البيئة الغريبة اللي نشأ فيها انفجار السوبر نوفا. كمان لقيوا حاجة غريبة، لقيوا ان المجرة دي كمان فيها نسبة قليلة من تشكل المعادن الثقيلة، وده على حد تعبيرهم في البحث ان دي اقل بيئة مجرية نلاقي فيها نسبة قليلة من تكوين المعادن في وجود انفجارات السوبر نوفا اللي بتشكل اصلا المعادن التقيلة، وده مختلف عن انفجارات السوبر نوفا السابقة اللي اترصدت في بيئات فيها نسبة المعادن اكبر. واقترحوا ان ممكن اشعاع جاما اللي نشأ من الانفجار يكون اتشكل من غاز شبه بدائي بيتميز بقلة العناصر التقيلة اللي موجودة فيه. بالتأكيد رصد مهم لجيمس ويب في طريق اكتشاف اسرار الكون، وبالاخص اسرار تشكل العناصر التقيلة في الكون اللي بتنشأ منها الحياة. ما زال اللغز محير، بل والرصد الجديد زود الغموض في تشكل العناصر دي، وده بيوجهنا لسؤال مهم، هل فعلا الحياة في الكون بالطريقة دي نادرة الوجود؟ ايه العمليات اللي ممكن تساعد في خلق الحياة في الكون واللي لسه ما نعرفهاش لغاية دلوقتي؟ هل كوكب الأرض كوكب مثالي نادر وحالة نادرة فريدة وحيدة في الكون؟ ولا ممكن في المستقبل نكتشف حاجات جديدة احنا مش عارفينها لغاية النهاردة هتكشف لنا سر الحياة في الكون؟ وبس كده، لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الدعم باللايك، واكتب لنا في التعليقات هل فعلا الحياة في الكون نادرة ومفيش حياة غير على سطح الأرض، ولا ممكن يكون في حاجات غايبة عننا في القصة دي. مستني أعرف رأيكم في الكومنتات، وعلى وعد إن شاء الله بلقاء جديد في إنفوسفير ولاف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهم سليم، سلام عليكم.